الاعزاء ابناء ايها الاخوه، السلام عليكم. ابراهيم ايها المشاهدين الكرام، ايها الاخوه الحضور، السلام عليكم. ألو، نعم، هلا خالتي، شلونك؟ خالتي شفيك؟ خالتي؟ إي خالتي، ممكن تهدين تقولي لي السالفة؟ إي شفيك؟ هلا؟ هلا، عمي الدكتور سمير ايش قال؟ الدكتور سمير يقول دلع بنات ما فيها الا العافيه.
لازم التعب. انت ناسي اول ولادك؟ ما تذكر شلون تعبني خالد؟ عمي ممكن اكلمك شوي؟ عمي ممكن اتكلم في دول شوي؟ انا كلمت الدكتور كان بعد الولاده ان شاء الله تقدرون تنقلونا لمستشفى خاص. لا يا عمي لا مشكور ما قصرت، المستشفى هذه ما فيها شيء. انا قلت لك موضوع ثاني. خير ان شاء الله، تفضل. خالد اتصل فيني وقال انه يبي يجي. خالد الله يرحمه مات وانتهيت منه. لا يا عمي لا، اذا انتهيت انت منه، زوجته وولده ما انتهوا منه يا عمي. لا تحرم الناس اللي يحبونه منه. خالد كان ضحيه يا عمي. لو يحبهم ما سوى اللي سواه. عمي خالد غلط، كان في قسوه عليه. انا قصرت على خالد لاني كنت احبه وخيب ظني ولدي. تطرده يا عمي؟ يا عمي كان المفروض عليك تحل الموضوع ما تحرده. انا اللي ارجوك يا عمي، ولدك ناصر يرجوك لو علشان المسكين اللي جاي. خالد اتصل فيني وراح يجي، وانا متاكد ان وجودك معي في المطار راح يكون له دوره. أنا ما عندي مانع أروح معك لسببين. الأول عشان هالمسكينة هالة، ثانيا علشان معزتك أنت، لأني أنا زعلان على خالد على قصة حصلت كنت مخبيها عليك طول هالوقت بعد ما لغيت توقيع عند البنك. خير إن شاء الله يا عمي. ليلة من الليالي وقت متأخر كنت انتظر خالد يرجع البيت، فقلت أروح المكتب أضيع وقت شوي. خلاني ما داني اسمع اسمه في البيت. مو من يا عمي، كل خير وبركه ومسامح كريم والله يعوضك خالد خير. بيجي ان شاء الله.
خليك في وين تروحين وانت بهالحاله؟ خذ موعد جد. ايش بالكم مستعجلين يا جماعه؟ خلاص كلها نص ساعه. انا اروح ادور ناصر واطلع على الطعام. يبا انا لا تقول ابوي. قصر صوتك لا حد يسمعك. عاد قالوا لك هالولد اللي يشرف ابوه ولا يرفع راسه. انا عارف ان هذا مصيرك. طيب ابوي ما سالت منه السبب. يبا لا تقول انا ما قصرت عليك بشيء، لا انت ولا امك ولا اخوانك، لكنكم كلكم فاشلين. شوف اخوانك الثانيين طالعين على مين؟ على مرت ابوك، مو مثلكم على امكم يا هالفاشلين. يبا فاشلين لانك نسينا، عمرك ما سالت عني. يبا اسف اسف انك ابتكرتنا، لكن بعد فوات الاوان. انا فاضي لك اجي اسال عنك. انا جاي اقول لك اذا احد سالك عني ما تقول له اني ابوك. ابيك تقول لهم تطابق اسماء وبس. سمعت كلامي؟ عمي كاو
وانت مدني؟ قصدك النقيب عبد الاله، انت معاك اذن تجاري باستيراد هذه البضائع؟ شوف انا بقول لك، انا اللي صار، انا والله بقول لك انا ما لي علاقه باللي صار، وانا ما لي اي دعوه بالموضوع. جاوبني على قد السؤال، معاك اذن تجاري؟ اي نعم، مع المؤسسه هذه باسم الوالد. والله انا ما لي علاقه بالموضوع. وش فيه؟ قلت ابوه؟ وش القصه؟ لو سمحت تفضل معنا. ليش؟ ما بتعرف كل شيء. العرض هذا معهم؟ لا طال عمرك، خالد نسيبي ولد خالتي. اذا ممكن تنتظر برا لو سمحت. حاضر. للاسف انسان محترم مثلك يساهم في تنفيذ مخطط هدام يهدم المجتمع. حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حضره الضابط، قسما بالله ما عندي علم بالموضوع. المؤسسة ما هي باسمك؟ إلا باسمي، بس أنا ما أعطي توكيل، ما أعطي توكيل باسم خالد ولدي.
إذا خلاص تتحمل نتائج الثقة الزايدة اللي في غير محلها. الله ما أدري وش أقول يا حضرة الضابط، أنا حطيت ثقتي بغير محلها وغلطت، لازم أدفع ثمن غلطتي. أنت ما لوثت سمعتي وسمعتك وسمعت ليلى، بس أنت خنتني، خنتني يا خالد، وخنت أهلك وخنت المجتمع كله. أنت سبب، أنا إيش سويت فيك؟ أنا إيش سويت فيك؟ وش حطيت في شنطتك؟ وش حطيت في شنطتك؟ يا أخي ما كفاك اللي سويته فيني؟ أنا ما في سبب، أنت سويت هذا. يا رجل قل غير الكلام. أنا ما في كلام. خالد، ما في داعي للف ودوران، أعترف أحسن لك. أنا بقول لك يا طول العمر، أنا بقول لك في كل الموضوع اللي حصل، بس أقسم لك بالله، أقسم لك بالله إني أنا جاي وتايب. وبقول لك شيء، أنا أبوي بريء. أنتوا كلكم مجرمين، كلكم مهربين، والأدلة كلها ضدكم، اعترفوا أحسن لكم. هلا وين؟ بغرفة العمليات. وين أبو خالد؟ هو خالد ما وصل؟ خالد وصل، وصل، يا ريت ما وصل. ما وصل؟ وش اللي صار؟ وينه خالد أبوه؟ ها؟ لا يا بنت خالتي، أنت عارفة المطار والإجراءات، علشان تجي تأخروا، وأبو خالد ناطره في المطار إن شاء الله. يلا عسى خير، والله قلبي ما هو مرتاح. بشرين انت ابو؟ لا انا خالد. بشرين ولد. يا جماعة بقول لكم ولد، والام طيبة وبخير، ليه مش فرحانين؟ لا اطمن، ما فيش اي حد في الدنيا عارف اسمك. يا دكتور انا ماني خايف، أنا كل اللي أنا خايف منه كلام الناس، بعدين لو عرفوا إني كنت هنا. كلام الناس إيه يا ماجد؟ أنت المفروض تقابل الناس وأنت قوي جدا، فاهمني؟ وبعدين إيه المشكلة إن الناس تعرف أنت كنت هنا ولا مش موجود هنا؟ مفيهاش أي مشكلة. وبعدين بقى بصراحة يا ماجد، أنا شايف ومن وجهة نظري إنك مثل أعلى وقدوة لازم كل الناس تحتذي بيه، أي حد في مكانك لازم يحتذي بيك كقدوة ليه. أنا يا دكتور يعني فعلا أؤكد لك أنه هذه التجربة فعلا درس، وأوعدك أنها ما تتكرر، لا يلدغ المؤمن من جحر مرة. توعدني يا ماجد؟ أوعدك يا دكتور. وعايز أشترك وأقول لك حاجة مهمة جدا، على فكرة أنت في خلال يومين اتنين بس هتسيب المستشفى وهتطلع وتبقى عايش حياتك الطبيعية، بس في حاجة مهمة قوي. ايه هي بقى؟ لازم تستفيد من الدرس اللي مريت بيه يا ماجد. ارجوك اوعى ترجع تاني للي كنت فيه. هو اي نعم دمك كان تقيل على قلبي وطلعت روحي في الايام اللي فاتت، انما عايز اقولك ان دمك بقى نقي 100%، مفيش عليه اي حاجة. Thank you.
خير ان شاء الله. أبي أبر، أبي أبر أرجوك أبر. يا أخي أنت محاسس بنفسك، ما أنت عارف وصلت لوين؟ دمرت نفسك، حطمت اسم أبوك. على فكرة احنا أطلقنا صراحة أبوك لأنه ما لقينا على أي إثبات، لكن هو غلط غلطة واحدة انه كتب لك توكيل. بعدين قل لي، انت عاجبك منظرك الحين؟ عاجبك شكلك الحين؟ انا ابغى ابره، ابغى ابره ارجوك. انا حيوان، انا قدر، انا اي شيء بس ابي ابره. انا ابي ابره الله يرحم والديك. بكره الصبح تحولوا مستشفى الامل ان شاء الله. لا تنسى تاخذ المعامله من نقيب احمد. طيب سيب لي اوراقه دلوقتي هنا وروح سلمه لسجن المستشفى. Oh!
Ugh.